بالنسبة لي الأوفر فولتج، الأوفر فولتج ف الأوفر فولتج طبعا أنا واخد هنا أبسوليوت، فمعناه إن أنا هاخد إيه ريلاتيف يعني النسبة المئوية، فأنا هاخد 120%، يعني 1 × 10 في 120 هيديني 144. تمام، والأوت بتاعه نفس الكلام، الأوت بتاع الإيه الجنرال اللي هو 18 أو 18 20، الأوت الجنرال بتاع الليمت فاليوز. تمام، على فكرة أنا ممكن لو مش عايز الأوت ده أروح أنا أعمل من الجنرال هنا هو، فأروح أصلا أنا عندي 2 أوت كونفيجرابل اللي هما دول 23 24 25 26، ممكن أعمل أساين لأي حاجة فيهم أوفر فولتج وأندر فولتج، بس ده مفيش أوفر كارنت، يعني الاتنين دول الأساين بتاعهم ممكن أعملهم أختبر بيهم الأندر فولتج والأوفر فولتج، بس مفيش فانكشن ليه أساين للأوفر كارنت. ف دلوقتي نروح بقى نحقن، نبتدي مثلا من 143 المفروض يشتغل عند 144. تمام، انا في نقطة عايز اختبرها بس خليها برضو، ان الاوفر فولتج بيطلع اوت وزود ديلي، بيطلع اوت لور وزود تايم ديلي. خلينا نختبر الاول باك اب ودروب اوف للاوفر فولتج، ناخده على بازر الاوت بتاعه. تمام، اهو ده كده البيك اب والدروب اوف للاوفر فولتج. طبعا لما برضه لما نيجي نعمل بيك اب هنلاقي الاتجاه بتاعت الاوفر فولتج ايه شغاله، دروب اوف هتروح. تمام، طب انا عايز دلوقتي اختبر ان الاوفر فولتج ده بيعمل لي بيطلع لي كوماند لما يحصل اوفر فولتج، بيطلع لي كوماند وزاوية التايم ديلي. ف خلينا مثلا نروح نخلي التايم ديلي بتاع ده 10 ثواني. التايم ديلي بتاع الكوماند ونعمل حالة اوفر فولتج ونحط الاوت بتاع الكوماند ونشوف هيطلع لي بعد كام ثانية. ناخد الاوتبوت بتاع الكوماند بقى مش الاوفر فولتج، انا عايز الاوتبوت بتاع الكوماند بتاع اللور ونحطه في الفريجة عشان نحسب الايه وقت التايم بتاع الكوماند. هنحل هنا طبعا قيمة فوق ال 144، هنا مثلا 145 قيمة تعمل لي اوفر فولتج. نزلت بسم الله طلع كوماند بعد البزر ده، لان انا كنت واخد الاوت بتاع الاوفر فولتج على ايه على بزر، فده دلوقتي الاوت بتاع الايه الريس كوماند هطلع بعد ثانيه و52، ما استناش ال 10 ثواني، ما استناش ال 10 ثواني. طيب خلينا نحن بقيمه اقل من ال 144، هات 140 كده مفيش اوفر فولتج. خلينا نشوف الاوتبوت هيطلع بعد قد ايه، الاوت طلع بعد قد ايه 11 31، يبقى فعلا الاوفر فولتج يطلع اوت انستنتينيس، يطلع اوتبوت انستنتينيس، ده كده الايه الاوفر فولتج.